عيد ميلادك الشهر ده، عايز ايه في عيد ميلادك؟ والله عيد ميلادي بس هدايا تكون رخيصة مش غالية. لا خلاص اقول لكم على حاجة مش غالية قوي. انا بصراحة نفسي في نظارة وفي ساعة. بكام يعني دول؟ يعني مثلا النظارة تعمل لها في حدود 700 جنيه. انا هجيب النظارة. لا انا اللي هجيب النظارة. لا انا. بس بس بس. طب ما في ساعة ب 500 جنيه. خلاص انا اللي هجيب الساعة. لا انا. في نظارة ب 200 جنيه. انا اللي هجيب النظارة. لا لا انا. لا انا. خلاص. خلاص انت وهي. في ساعة ب 100 جنيه. انا. خلاص انت وهي، انا زهقت منكم. انت وهي تقدروا تدوني كام؟ انا 50 جنيه. 50؟ ماشي. وانتي؟ 10 جنيه. 10 جنيه؟ يعني 50 جنيه و10 جنيه. انا مش عايز منكم حاجة، فيا بس تقولي كل سنة وانت طيب. طب ماشي، كل سنة وانت طيب يا بابا.